مساكم مليان بكل الخير بكل الرزقة بكل البركة كل التحية لكم وين ما كنتوا تسمعونا ومتابعينا وبتشوفونا دائما على تلفزيون رؤيا بكرفان. احنا معاكم اسبوع بعد اسبوع كل اثنين بنكون معاكم بدعمسات. يسعد قلبكم ومساكم. اليوم حلقتي مليانة بالحماس، اليوم حلقتي مليانة بالنجاح، مليانة بالانتصارات، اليوم حلقة أبطال. وطبعا بدي أقول مساء الخير للرائعين مغربي معتز. مساء الخير يا مساء الفل. يا أهلا يا أهلا طلعونا. يسعد هالمساء. انت معنا على اللايف على الفيد يا ميمي، تعطينا الكومنتس اول باول. اول باول واكيد نقول مساء الخير لضيفنا وبطلنا محمد تيسير. مساء الورد عليكم جميعا حبايب القلب. جاهز؟ انا مخلي الكره عندي. ها امورك 100%؟ 100%. ايش بلشت تجيب جوال انت؟ لا لا هذا هو. طيب شوف الموضوع اليوم ايش راح يكون. اليوم انا ومحمد تيسير راح يكون في بيننا تحدي بالبيبي فوت. اليوم انا وياه راح نكون نلعب هون، راح نعطيكم النتيجه بالنهايه، ولكن راح نكون نسولف عشان اعرف اسحب منه حكي، لانه محمد تيسير من الناس الذكيه جدا اللي ما بتقدر تاخذ منه حكي، فما في عندي فرصه الا اني الهيه بالجيم هاي مشان اقدر اسحب منه. يا عم انا ما انت 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 اعتبر حالك الرابح. خلاص خطه جاهزه. خلاص خطه جاهزه. امور تمام. بلش انا ولا انت؟ هي عندك بس لحظه شوي. بلش نغش. هيك اول جول. اول جول. طيب يا سيدي هاي اول سؤال. محمد تيسير، لما بدنا نيجي نحكي عن رياضه السيارات، قديش هاي الرياضه مكلفه؟ رياضة كثير مكلفة. قديش يعني؟ يعني كثير بدك تتعب عليها يعني جدا لا تشتغل. هاي ثاني جول يا الله. ما انا متوقع انت جد. انت المتوتر مشان. قديش مكلف فعليا رياضة السيارات؟ مكلف كثير يعني الواحد يعني انا كنت مبلش فيها زمان جمهور اروح واحضر فيها. تروح تحضر مباريات السباقات. هي 2-1. تروح تحضر السباقات مع الجمهور. تمام. بعدين صار في شغف للموضوع، بلشت بسيارة وأنا بدخل في حالي جول، يعني كان الموضوع كثير لطيف. طيب هي صار عندك أنت 2 وأنا صار عندي 3. أوكي. تروح تحضر السباقات السرعة بين الجمهور، وشوي شوي لقدرت تتقدم وتكون موجود مع الغشاشين. لا لا مفيش غش بالعكس. قلت لي بس قولي عشان ارتاح لانه مش متعود على الخساره. يقولك مبروك عليك. ما عمري تعودت. طب قديش فعليا هالرياضه المكلفه هاي ممكن تدفعك انت لانك تصير مثلا تشتغل على حالك اكثر، تخليك تتقدم بشغلك اكثر مشان تقدر انك بيوم من الايام توصل تصرف على رياضه مكلفه زي هاي؟ يعني بهيك رياضه راح تتعب حالك كثير وتشتغل، وراح تصير تشتغل باي شيء. جيب جوال بتاع موس. يعني انا مبسوط. 4-3 عشان تكونوا بالصوره يا جماعه. 4-3. يعني متعودين على الفوز دائما. طب ما انا عم نحكي قاعدين عن التقدم برياضه السيارات، وعم تتقدم قاعد بالبيبي فوت، كيف شعورك كان لما بلشت؟ كنت مع المتسابقين المبتدئين، يعني 65 متسابق بيكونوا موجودين بالسباق، قدرنا نتخطاهم ونصفي بالمركز الاول. يعني انا لما بلشت بال 65. يعني من عند ال 65 متسابق رقم 65. وهي الجول جايك على الطريق. استنى شوي هيك اخذته لو سمحت. هاي قديش صرت انت؟ 5. انا سكرت خلص. نعيد من اول. لا ليه؟ 5. ايش خلص فزت؟ لا لا كمين يفوز عليه 10. طيب يعني اول ما بلشت انا مع ال 65 متسابق، يعني كاول متسابق. تمام. وشوي شوي بلشت اني اقدر تقدر انه ايش؟ ركز. ما هو مش معقول اللي انت عم تسويه فيه. لا 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 هذا جول خلاص. انت انا بتوقع يعني هاي اللعبه ما بتزبط لك. اوكي سيدي هي 6. هي 6. انا اسف بعتذر. هي 6. طب كيف عم بتشوف المنافسه؟ يعني انت ب 2014 بطل الاردن بسباقات السرعه، ومتصدر الان بال 2015، شخص تقدم 65 متسابق، اليوم موجود بالمركز الاول. كيف الشعور او كيف شايف المنافسه الان وانت متصدر بطوله وحامل اللقب من 2014؟ البطوله بصراحه يعني قويه كانت 2014 و15. الحمد لله 2016 هسه انا متصدر البطوله، مش ضايل معانا غير سباقين، واخذت جول غدر وانا مركز معك. ضل معك سباقين. هسه فهمت خططك. تمام ضل معك سباق. هسه فهمت خططك. خليني اركز في السؤال بعدين ندخل فيه جول. طيب خلال السباقين اللي ضلوا اعطينا الطابه لو سمحت. خلال السباقين اللي ضلوا ان شاء الله ضايل عندنا سباق ب 21-10. تمام. وب 11-11 تنتهي البطوله. طيب بدنا نشوف انا وياك صور على الشاشه، بدك تقول لي شو قصتهم. تمام يلا نشوفهم. مين هاي؟ هاي الاصيله. الاصيله الله يخلي لك اياها يا رب ويعطيك خيرها ويكفيك شرها.
الأصيلة كم سنة لك بتسابق عليها؟ الأصيلة بلشت تتصنع بال 2012 تمام، جهزت بال 2014 وكانت أول بطولة للأهلي بال 2014 وبيضت الراية. وبيضت الراية، تشوف وجهها الخير. عشان هيك أنا سميتها الأصيلة. الأصيلة الله يخلي لك إياها. بدنا نشوف كمان صورة. شو القصة؟ هون منوفر كوشوك. على عجلين ماشي. على عجلين. وين كانت هاي؟ هنا كانت بطولة الإمارات أوتوكروس. تمام. وشاركت باسم الأردن. ما راح أخليك تدخل جول، راح أضربك جول أول بعدين نحكي في الموضوع. شاركت باسم الأردن فيها بطولة طبعاً الأوتوكروس. طبعاً أكيد شاركت باسم الأردن وأخذت مركز أول. أوف. هاي الجول يلا. أخذت مركز أول باسم الأردن. أخذت مركز أول باسم الأردن وكان في معنا أبطال من سوريا و. من عمان. ما دخلت في الجول هسه ارتحت. كان معانا ابطال من سوريا ومن عمان وقطر، فشوي كان لازم يكون في ريسك في السواقه، فعشان هيك انا اخذت رفعت السياره على جرير. رفعت مش بايدي يعني، كان الموضوع هو من السرعه وفقدان السيطره، بس الحمد لله كملت الطابه من عندك. وخلينا نشوف كمان صورة. كملت السيطره. هاي الصورة بتجمعك أنت والبطل أيمن النجار والمدير التنفيذي الأردني للسيارات عثمان نصيف. ليش هيك مش معطي وجهك للكاميرا في الصورة؟ لا بالعكس، كل وجهي للكاميرا، بس هنا كان في وعد بيني وبين البطل أيمن النجار. تمام. إني قلت له راح أجيب أول، وقال لي منشوف بنهاية السبق. فبنهاية السبق كنت ماخذ أول، فتفرجت عليه عشان أورجيه إنه أنا أخذت أول. لا طيب خلينا نشوف كمان صورة. محمد شوف كمان صورة بالجول، بس ركز الجول أول. محمد في صورة على الشاشة. إيش هاي الصورة؟ سيارة محروقة هاي ولا شاسي مكسر ولا إيش؟ لا يا رجل بس انسى شو هاي الصورة. أنت من وين جايب الصورة؟ هاي الصورة والله صورتها بالمنطقة الصناعية صراحة. أول شيء هاي السيارة بروجكت عم بشتغل عليها أنا صار لي سنة. هاي جول مع الجول اللي دخل فيه غدر. مع اللي دخل فيه غدر. اوكي هاي السياره ايش؟ السياره هاي ار اكس 8 مازدا. مع الجول الثاني مازدا ار اكس 8 بتجهز ان شاء الله بنهايه السنه. بتجهز بنهايه السنه للدريفت؟ وهي للانجراف. يعني بدك تخلص من السبيدات وتفوت على الدريفت؟ لا انا ما راح اخلص من السبيدات. مكملين بالسبيدات. السبيدات مكملين ان شاء الله. بس الدريفت له ابطاله يعني من بطل سباقات سرعه. انت تفوت بلكي ما جبتش اول بالدريفت. الواحد بتشرف. لا انا ما راح اسلم حالي لشباب الدريفت الابطال، فانا راح انزلهم بس جاهز. يعني غير جاهز ما راح انزل. تمام. طيب بدي اشوف كمان نشوف صور التكريمات بس محمد تحكي لنا عنهم، عشان بعديهم راح نروح عند سهد. حضرت لنا اكيد تعليقات على السوشيال ميديا. خلينا نشوف صور التكريمات. هاي مع سمو الامير فيصل 2015. هاي وين؟ هاي الصوره ببطوله الشرق الاوسط صارت في عمان. اها وحصلت على لقبها. وحصلت على لقب اسرع متسابق في الشرق الاوسط. حلو. هو احنا طلعنا كفريق اردني. تمام. على اساس انه ناخذ مركز اول، بس ما صار نصيب للفريق كامل، بس صارت انديفيدوال. فانا بهذا السبق اخذت مركز اول واسرع متسابق في الشرق الاوسط. احسب الزايد مغربي ومعتز. شو النتيجه عندك يا معتز؟ احنا عندنا هون 12 8 لمحمد. واضح انه معتز بيعرفش يلعب. معتز بيعرفش يلعب. كل ما اجي اجيب جول بضرب. بهرب بضرب بضرب. انا ما بقدر افصل الحياه الواقعيه عن الافتراضيه. بقرب على الجول بضرب. شاهد الطراوني مساء الخير. يا هلا. شو اخبار الكومنتس عندك على فيسبوك؟ الكومنتس كثير حلوه، وبصراحه في كثير محمد لك معجبين بما يخص. الله يخلي اليوم هذول راس مالي. اكيد طبعا المعجبين وكلهم عم يسالوك بصراحه. عندك مثلا مراد الظاهر بسالك انه نوع ايش نوع السياره وايش الاضافات الموجوده عليها. سيارتي نوعها متسوبيشي ايفوليوشن. هي موديل 99. بس هو موديل البادي 99، بس السيارة عليها جميع التعديلات الجديدة. انت ليش ماسك ال برضو في سؤال عم يحكوا لك، مين هو مثلك الأعلى بسباقات الطويلة؟ مثلك الأعلى بسباقات السرعة. حلو هذا السؤال. سباقات السرعة. مثلي الأعلى في سباقات السرعة. مين قدوتك؟ مين اللي بتحب تكون زيه؟ أنا يا عيني.
نفسي، لاني انا عملت حالي بحالي الحمد لله رب العالمين، ما حدا دربني. بس انا بعرف انه في شخص هيقول بطلت اعرف هلا ركزت في السؤال انا اسف. انا بعرف انه في بطل راليات انت بتحب فيه شغله. مثل الاعلى ما هي حكت، لا بسباقات السرعه انا 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 نفسي اني ادخل بالراليات، ومثل الاعلى فيها اللي هو دائما بيحلق خارج السرب. مين هو البطل الكبير؟ ناصر العطيه، بوجه له كل الاحترام من عندكم. طيب محمد، احنا قبل لا نختم في صوره اول مره بتبين على الميديا لاشخاص اول مره ببينوا على الميديا، بس بدي اجيب هذا الجول. اسمع خلص بدناش نجيب جول، خلينا نشوف الصوره. محمد هاي الصوره اول مره بتبين على الميديا، هدول الاشخاص خلينا نشوف. مبروك عليك الجول، بعدين نفرج على الصوره هلا. اوكي هدول شيوخي وحبايب القلب ما شاء الله، خلي اياهم الشيخ زايد والشيخ كريم اللي اسمائهم مكتوبه على السياره قرب عين. طبعا اكيد هاي من لما صنعت السياره اسميهم موجودين على السبويلر. وبعدين باي ذا واي انت بتقول لي اول مره بيطلعوا على الميديا، هم فيش سبق بيروح عليهم ما شاء الله، بكل سبق موجودين ما شاء الله ما شاء الله. بتحب بيوم من الايام تشوفهم داخلين بسباقات السيارات والسرعه؟ هو بصراحه انا ما بحب اني انا اشوفهم في هاي الرياضه، انه رياضتنا خطره اول شيء. وبس اللي بنفسه بهذا الموضوع اكيد راح اوقف معاه. يعني اذا بده يكون بطل سيارات تدعمه، اذا بده يكون بطل سيارات بس يا ريت يصير بطل كره قدم او كره يد. صرنا 15 بس لو سمحت قبر الجمهور على الهواء انه طيب يا اخوان، انا بدي اعترف انه محمد غلبني 15-10 غلبني البيبي. يعني انا طالع عندك بخمس ما لي مشجعين على السوشيال ميديا عندك كلهم بشجعوك دعم. يعني طالع عندك بخمس نقاط. لا مش بخمس نقاط، بخمس اهداف. النقاط هاي عندكم بالسبيد. اوكي انا متعود دائما 5-8 3-8 4-8 اطلع عندك. معتز انا وياك اليوم زي بعض خسرنا. لا انا ما خسرتش، مين قال لك خسرت؟ طب مضرب انا وياك اليوم زي بعض خسرنا. انا عم بسمع صوت بوكسات عم تطلع. ايوه عم كسر اجري السرجي يدخل جول هلا مضربك راح يطلع الباي على راسه. مغربي معتز شكرا جزيلا للوقت اللي اعطيتنا اليوم. يعطيكم الف عافيه نورتونا. شهد يسلموا على كل الدعم السوشيال ميدياوي. محمد تيسير بطل سباقات السرعه، بتمنى لك كل التوفيق. انا تشرفت فيكم حبايبي. تصدر بطوله بس يا ريت تتدرب، وان شاء الله باخر السنه انا اتدرب على هاي. بنستضيفك وانت بطل وانا راح اتدرب هون عشان انت بطل. وين ما تروح يعني هون هناك حبيب القلب. حبيبي شرفنا. شكرا. مشاهدينا اكيد مشاهدين رؤيا كل التحيه لكم، انبسطت كثير بوجودي معاكم اليوم بدعم مسات. شرفني البطل محمد تيسير حبيبي، يعني حلقة مميزة مكملة مع مغربي معتز وشهد. وارجع بلاقيكم الأسبوع الجاي، ضلوا بألف خير. سلام.